فيكم شي نهار اللي ما قالت ليها مالك انت هي ربيعة العدوية او لا عمرك سمعتي بهذا الاسم وتسألتي شكون هي وشنو المقام ديالها؟ في حلقة الليلة غادي تعرفوا كل شي على هذه الشخصية العظيمة. عيط على ميمتك واجوا تسمعوا هذه الحلقة اللي غادي تدقوا فيها حب وحلاوة الإيمان واكثر من هذا الراحة يا اختي، الراحة الروحية اللي ما كتشرى ما كتباع. من اجمل الحلقات على قلبي وانا تنوجدها لكم. غادي تحسوا بواحد السكينه والهدوء والراحه، والاجمل من هذا غادي تحسوا باللي انكم باغيين تقربوا من ربي اكثر واكثر. في حلقه الليله يا سادة الكرام غادي نتكلموا على العذراء البصريه اللي كل ما طاح عليها الليل كتطلع للسطح ثم تنادي إلهي هدأت الأصوات وسكنت الحركات وخلا كل حبيب بحبيبه وقد خلوت بك. قلت لكم تشويق واجي معايا. سلام، مرحبا بكم على قناة المؤنسة ديالكم. سلام عليك، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هنيه وحوالكم طيبه. اليوم حاولت نتقمص الشخصيه اللي غادي نتكلم لكم عليها اليوم، لكن قبل ما غادي ندخلوا في هذه الحلقه بغيتكم عافاكم اذا وصلتكم لقلوبكم وريحتكم اعطوني لتحت واحد الضغط على زر الاعجاب، واذا كنتم من عشاق القراءه والمعرفه بقاو حتى لاخر الحلقه باش نشارك معكم واحد الكتاب اللي غادي يعجبكم بزاف اللي الله كتب وساليته. اعطوني وديناتكم لانه في حلقه الليله غادي نتكلم لكم على القصه اللي بزاف من يغفل على الاحداث ديالها، وحتى اذا فينا مشى شي حد كيقلب على شكون هي، فاذا ما قلبش على مصادر اللي هما صحاح غادي يلقى باللي انها هاد السيده اللي غادي نتكلم لكم عليها طعنت في دينها وحتى في شرفها، خصوصا واحد الفيلم اللي دار في حقها اللي وقديم اللي دار بالكحل والبيض ودار عليها باللي انها رقاصه وكتلوح من واحد لواحد، وهذه هي الصوره الشائعه عند بزاف للاسف. واللي في حلقه الليله غادي تكتشفوا باللي انكم ضيعتوا المعرفه نتاع واحد الشخصيه في حياتكم لربما غادي تبدل لكم تفكير بالمحبه الالهيه. فخير ما تطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. قبل ما نبداو في قصه الليله خليني هو الاول نقول للناس اللي ما عارفينش اشنو هي الولايه او لا لما كنسمعوا واحد الشخص اللي هو ولي من اولياء الله. الولايه سادة كرام هي واحد المرتبه عاليه واللي هي كتجي من بعد النبوه. الاولياء هم الاشخاص اللي جاهدوا في الله حق جهاده فاجتباهم من بعد ما امتحنهم وابتلاهم وجردهم من القيود الدنيوية ومن قيود النفس، لأنه الجهاد الأكبر اللي وصلنا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جهاد النفس. فقربهم ليه مولانا حتى ولو كيشوفوا هاد الناس بلي أنه الدنيا ولا شيء وحتى شي حاجة ما كتغريهم، وهربوا منها لدرجة أنهم ما بقوا باغيين حتى شي حاجة من غير ربي ولا شيء سواه. فهؤلاء القوم يا سادة الكرام أولياء الله تيكون كلامهم قليل الحروف ولكن كثير المعاني، لأنهم كيتكلموا بالله وأحوالهم كتكون مع الله وفي الله فقط. وعلى ذكر هذا الشيء إن شاء الله عندي واحد الوعد مع نفسي بلي أنني غادي ندير لكم إن شاء الله شي سلسلة على سبعة رجال اللي في مراكش، اللي بزاف تيسحب لهم بلي يمكن واش غير أضرحة ولا شي حاجة ديال البدعة ولا الناس كيمشيو يتبركوا بها ولا بزاف ديال الامور اللي بزاف ديال الناس جاهلينهم وما عارفينش الحقيقه ديالها، وناس اخرين اللي خسروا لهم الصوره شنو هو المقام ديالهم، شنو القصه ديالهم، شنو هي الولايه ديالهم، اشنو دوزوا في حياتهم وشنو جاهدوا الى ما اخره، وغادي تصدموا من المعرفه نتاع كل واحد فيهم. فسيدنا الحبيب عليه الصلاه والسلام يقول ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وورد عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال يحشر الناس على نيتهم. فسيدتنا مريم عليه السلام لما تشغلت بأعمال الرجال من القلوب زعما العبادة، ووصفها الله وكانت من القانتين يعني من العابدين، يعني كانت سيدتنا مريم من الرجال المطيعين لله العابدين. مولانا ما قالش من القانتات ولكن من القانتين. فبعيدا على هذا الفيلم العربي والروايات الهزيلة اللي كتطعن في المرأة عموما، أجيوا معايا نسافروا العالم هذه السيدة الرائعة اللي كانت عديمة المثال في الزمان ديالها وحتى من بعده، واللي كانت تعتبر من أكابر العصر ديالها وحجة قاطعة على أهل الزمان ديالها. تيقول القاضي والمؤرخ بن خلكان في وفيات العيان في كتاب ديال وفيات العيان بلي أنه السيدة رابعة العدوية امرأة صالحة زاهدة عرفت بالعشق الإلهي في قلبها. هي رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية مولاة آل عتيك وتكنى بأم الخير. هاد السيدة الجليلة تولدات في مدينة البصرة في عام 100 للهجرة الموافق لعام 717 ميلادية من أب عابد فقير، وهي بنته الرابعة
وهذا كيفسر سبب التسميه ديالها برابعه. الليله اللي تولدت فيها رابعه العدويه ما كانش في دار باها حتى شي حاجه من المؤونه، حيت ما كانش في حاله نهائيا، حتى من الزيت باش انه يشعل الفتيله ما كانش عنده، ولا حتى شي خرقه باش انهم يلفوها فيها وهي يلا تولدت. انا ذاك كان عندهم ثلاثه ديال البنات من قبلها، كانوا كيامنوا انهم تجيهم شي وليد، لكن جاهم هاد البنيته واللي رضاو بها. الام ديال الرابعه غادي تقول لراجلها سير لبيت فلان من الجيران وطلب منهم شويه ديال الزيت غير باش نشعلوا الضوء، ولكن هذا الرجل كان ليه عهد مع الله باللي انه عمره ما يسول شي مخلوق شي حاجه. غادي يخرج من الدار ومشى لباب داك الشخص وغادي يحط يدي على الباب وهو في غايه الاستحياء، ما قدرش يطلب منهم، وغادي يعاود يرجع لدارو وقال ليها بلي انه ما حلوش ليه الباب. بكات مرته وهو غارق في الفكر ديالو غادي تجيه واحد الغفله ديال النعاس، وهنا غادي يشوف سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام في المنام، وسيدنا رسول الله اذا تشاف راه كيتشاف حقيقه، وقال ليه لا تغتم بحصول هاد البنت لك، غادي يكون لك 70,000 من امتي في حمايتها والشفاعه ديالها. من بعد قال ليه سير غدا عند عيسى بن دادان اللي هو حاكم البصرة انذاك، وقول ليه بلي انه سيدنا رسول الله تيقول لك بلي انك كنتي كتصلي عليه كل ليله 100 مره، ولكن في ليله الجمعه ما صليتيش عليه 400 مره، والكفاره نتاع هادشي هو انه يعطيك 400 دينار. ناض ابو رابعه من الغفله ديالو تيبكي وفرحان وناشط، غادي يكتب الرساله تاع سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام في ورقه، حيتاش حتى هذا الامر كان امر من الحبيب. ولما صبح الصباح مشى عطى ديك الورقه الخادم الحاكم، لما شافها فرح وعرف بلي انه هذا الامر صادق، فغادي يصدق على الفقراء شكرا لله على انه ذكروا رسول الله، ومشى عند ابو ربيعه وهو يعطي 400 دينار كيف ما وصى سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. الايام كدوس، من بعد ما كبرت شويه رابعه باها كان باغي يخرج من الدار باش انه يستكسب الرزق، قالت له وهي مازال طفله يا ابتي اتقي الله ولا تطعمنا الا من الحلال. هو بغى يعرف منين جاها هاد الكلام، هو اصلا تابع غير الحلال، واش سمعته من شي بلاصه ولا حفظاته ولا قالت ليه وهي ما عارفاش المعنى ديالو، ربما زعما شي حاجه تكون بحال هكا. غادي يهبط لعندها وغادي يسولها يا بناتي ارايتي الم نجد الا الحرام، غادي تقول ليه يمكن لنا نصبروا على جوع الدنيا ولكن ما نقدروش نصبروا على عذاب الله في جهنم. بمعنى كانت واعيه بالمعنى الايماني الحلال والحرام والصواب والخطا منين وهي صغيره، وهاد الكرامه كان ربي قادفها ليها في قلبها. فلما كبرات ربيعه غادي تموت امها وبها وتفرقوا خواتاتها عليها، كل وحده مشات البلاد. غادي ينتشر انذاك في البصره قحط اللي كان عظيم، وغادي ياخذها واحد الظالم وباعها بست دراهم. هذاك اللي شراها كان تيستخدمها في المشقه والتعب، وكان تيبزز عليها باش انها تغني، وكل مرة كانت كترفض كان كيعاقبها. والتاريخ صراحة لم يسجل عليها أبدا باللي أنها وقعت في شي فاحشة من غير أنها كانت كتغني، وهذا كان من حفظ الله لها، ورغم أنها وقعت في الغناء ولكن وقعت فيه من باب الضغط، حيتاش كانت أنا ذاك عبدة عند السيدة ديالها ومجبورة أنها تدير ذاك الشي اللي هي ما بغاتوش، إلى أن أراد الله أنه يرجعها ليه رد جميل. تيقول لك علماء الاجتماع أن الإنسان ابن بيئته، لو كانت ربيعة وسط واحد المجتمع اللي فيه اللي يقدر يشدها شي حد للطاعة لشدت للطاعة، لكن كانت وسط وسط يشد للمعاصي في ديك الحقبة اللي عاشت فيها اللي انتشرت فيها الخلاعة، والمسلمون انذاك غلب عليهم الهوى وانتشرت الحانات والخمارات، ولكن مولانا حفظها وما طاحت في حتى شي رذيلة كيف ما صورنا ذاك الفيلم بالكحل والبيض من غير الغناء فقط. فهاد الوقت قال المؤرخون بلي انها غادي يوريها مولانا في المنام كأنها كتعوم في واحد النور وتنطلق في هذاك النور، وهنا غادي تسمع هاتفا يناديها هادشي اللي وسط منه انتيا ماشي مكانك، انما مكانك في طاعة الله وقربك منه. ويا الله اش هاد الفرحة، غادي تفيق من النوم ديالها وهي كتستغرب من هاد الرؤية، غادي تبغي تهرب من السيد ديالها باش انها تعتق راسها، وهي هربانة من واحد الراجل غادي تطيح على الارض وتهرسات من يديها وحطات راسها على الارض وقالت يا ربي راني ضعيفة ما عندي لا اب ولا ام واسيرة تحت يد ظالم، ومع هذا تهرست يدي وانا راضيه بهادشي كله يا ربي، ولكن انا ما عارفاش مولانا واش انت راضي عليا ولا لا. وهنا غادي تسمع منادي يقول لها يا رابعه لا تغتمي فان لك جاها يوم القيامه يغبطك المقربون من اهل السماوات. وهنا غادي ترجع للدار ديال السيد ديالها وبدات كتخدمه من جديد، كتصوم النهار وكتقوم الليل، الى ان داك السيد ديالها وهو كان على السطح غادي يسمع صوت من دارو اللي غادي يطل من واحد التقيبه في داك البيت اللي كتعيش فيه رابعه،
وغادي يلقاها وهي ساجدة كتصدر على المولانا وكتقول: إلهي، تعلم أنها وقلبي على موافقتك وامتثال أمرك ورضاي في خدمة باب عظمتك، وإن كان أمري بيدي ما فترت عن الخدمة ولا العبودية ولا استرحت، ولكنك يا ربي جعلتني تحت يد مخلوق. يا ربي اعتقني من هذا السيد اللي بغاني نعصيك من دون الإرادة ديالي. وكتبكي وكتضرع المولانا، وفي هذه اللحظة هو غادي يبان ليه واحد القنديل اللي كان معلق من فوق من راسها بلا سلسلة، شي حاجة كانت هزاه كأنه هزو شي حد، والبيت مضوي كامله من غير داك القنديل. فشاف هذا الشيء تعجب واستغرب، وسمع شنو قالت غادي تحرك لي قلبه، ومولانا غادي يقذف فيه الرحمة وقال: ما يليقش بنا أن نستخدم بحال هذه ونخليها تشغل بالخدمة ديالنا، ولكن حنا اللي خاصنا نقوموا للخدمة ديالها. لما صبح الصباح غادي عيط على رابعة وكرمها واعتقها وخذت منه الإذن أنها تمشي في حالها فين بغات هي، وقال لها: أنت حرة لوجه الله. ومن هنا كانت الانطلاقة نتاع رابعة العدوية. من هذا الوقت ولات رابعة المشهورة في كتب التاريخ، رابعة العدوية العابدة المسلمة السنية المتضرعة الفانية في الله. وهنا غادي ندخل في باب آخر اللي هو باب ما يجهله معظمنا، أنه الإنسان منا اللي تعيشه هو عند باله لأنه عارف كل شيء أو لجل الأشياء، وإذا به ما تعرف والو. ودليلا على هذا داكشي اللي غادي نشارككم من حياة ربيعة، اللي هو نقطة من البحر ديال حياتها. كيف ما قال مولانا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عند بالنا حنايا باللي أنه حنا ندرك، ولكن هناك عالم آخر، عالم الرؤى وعالم الأسرار اللي ماشي كل شيء تيفهمه ولا تيشوفه ولا ربي تيقذفو في قلبه. مشات النبوة صحيح، مشى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن بقات المبشرات والكرامات والأولياء اللي كتعطى الأولياء الله أو ما يسمون بأهل الله. بين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرؤية الصالحة هي جزء من 46 جزء من النبوة، فلعل الله أراها ذلك باش أنه يختبرها. لما شافت ديك الرؤية فنجحت في الاختبار وتقربات من مولانا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من العادات ديالو لما كيصلي الصبح تيدور عند صحابه كيسولهم: هل رأى منكم أحدكم رؤيا؟ وهو النبي الموحى إليه. وهنا كانت رؤية لرابعة غادي تحولها من طلاح إلى صلاح. شافت الرؤية وهي في واحد الحياة نتاع له لما اختارتهاش، بمعنى ماشي شرط أنه يشوف الرؤية إنسان اللي هو صالح، لأنه فرعون كان في قمة الفساد ديالو والفجور والكفر، ولكن شاف رؤية اللي كانت صادقة. ربي تعطي الرؤى لصنفين، وإذا اعطاها الطالح لعلها أنها تهديه للصلاح. المهم رابعة العدوية آنذاك غادي تخرج من دار داك السيد ديالها ومشات لواحد الخربة، وما كان يشوف حالها غير علام الغيوب. غادي تشغل بالعبادة، وكانت تصلي الليل كامل وكتنعس من بعد صلاة الفجر غير واحد ساعة ولا نص ساعة، وكانت تقفز من بلاصتها وكتقول: يا نفس، كانت كتحدث راسها، إلى كم تنامين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تستيقظين بعدها إلا بصيحة يوم الحشر. وقيام الليل هو سنة مؤكدة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت كتصلي وهي عندها عادة زوينة أنها كتحط الكفن ديالها قدامها. شكون اللي يقدر يتجرأ فينا ويدير بحال هاد القضية؟ هي لما كانت كتحطو قدامها لواحد الغرض اللي هو باطني، أنه يذكرها بلقاء الله تعالى. كانت حتى من حوايجها حوايج نتاع الفقراء، لأنه كانت فقيرة ماديا، مع أنها لو أشارت غير بصبعها للأمير نتاع ديك البلدة اللي كانت فيها في البصرة لجاب ليها الحرير، وهو أصلا عرضوا عليها وقالت: أنا ما تنطلبش الدنيا لمن يملكها، فكيفاش ليا أنني نطلبها لمن لا يملكها؟ غادي تدور في من حولها وقالت: الناس كتستهزئ من الثياب ديالي، ألسنا على الإسلام؟ إن الإسلام عز لا ذل معه، وإن الإسلام علو لا ضعة معه، إن الإسلام شرف لا شرف بعده، فمن أراد العزة في غير الإسلام ذله الله. وهذا الكلام كان مأخوذ من كلام عمر بن الخطاب. هذه الصالحة كانت كتستلهم من الصحابة والعلماء اللي كانوا من قبلها. رابعة كانت كتحضر للمجلس نتاع الحسن البصري رحمه الله، وما أدراك ما الحسن البصري. من بعد غادي تخلي ديك الخربة ديالها وغادي تمشي لواحد المغارة بعيدة على الناس. وهنا من جديد دخلت رابعة في حياة الزهد والقرب من الله حتى أصبحت مثال للإمرأة الصالحة. وبما أنها كانت آية من الجمال، سجل المؤرخون غادي يطلبها للزواج أغنى الأغنياء، وطلبها أيضا للزواج أكثر الناس ورعا في الزمان ديالها،
واللي هو الحسن البصري. الإمام الحسن البصري طلبها للزواج ورفضات، وطلبها أخنا الأغنياء ورفضات، حيتاش عموما الزواج يا سادة الكرام في الإسلام بعد المرات كيقدر يكون واجب، وبعد المرات كيقدر يكون مستحب، ويقدر يكون حتى مكروه على حسب هذا الشخص، واش عنده القدرة أنه يعيل الأهل دياله، أو هو في الوسط واش قادر ولا ما قادرش، أو إذا تزوج غادي يكون زواج فيه تقصير وتضييع. فرابعة في هذا الباب استشعرت بلي أنه الطاعة كتاخدها، والقرب من مولانا في الصلاة والصيام تياخدها، وخافت أنها تكون زوجة اللي هي مقصرة في حق الزوج ديالها، داكشي باش فضلت أنها ما تزوجش. وهي كانت قالت عن لسانها بلي أنها خافت لا تكون مقصرة، ويحاسبني الله على هذا الباب. وبعض الناس كيظنوا بلي أن رابعة العدوية كانت زاهدة، بمعنى انها مبتدعه في دين الله، حيت كاينه واحد الفرقه ديالنا عندنا في الدين بلا ما نسميهم الله يهديهم، خصهم غير فين يمشوا، حيت كاين خلط بين الزهد والدين والخرافات والانحرافات الفكريه والعقائديه، ولكن لم يثبت ابدا انها كان عندها انحراف في العقيده. غير عطوني ودنكم وغادي تفهموا كل شيء. كانت كتعبد مولانا على نهج رسول الله وآل بيته والصحابه، كانت كتعبد مولانا عباده اللي هي مستقيمه، والدليل على هذا بلي انه كان من جلسائها أعلم أهل الأرض آنذاك بالحديث عالم الإسلام سفيان الثوري، كانت يجلسها حتى مات قبل منها بعشرين سنة، وحتى ابن الجوزي يشهد لها وتيقول بلي أنه كانت رابعة فاطنة. يعني لو كانت مبتدعة أو لمنحرفة في العقيدة ما كانش يجلس في المجلس ديالها ويقول لصحابه أجي ونجلس السيدة الصالحة فإني أسارح عندها. وهذا النوع نيت اللي خانق راسه كيقولوا عليها بلي أنها منحرفة في الأخلاق ديالها. علاش؟ لأنها كانت قالت بيت من الشعر: يا رب لقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وجعلت جسدي جسمي لمن أراد جلوسي. وماشي هذا هو المراد ديالها أو المقصود ديالها كيف ما هاد الناس فهموا أو كيف كانت كتقصد بالكلام، لكن كانت كتقصد بلي أنه إنني يا ربي وأنا كنجلس مع الناس فتفكيري دائما بك وتسبيحي دائما لك، فلا يشغلني حديث الناس ولا حتى مجلسات الناس عنك. أيضا من كلماتها اللي صار عليها إشكال ووقف مع المفسرون والمؤرخون وعلماء السلوك، مع كانت كتحمقهم بكلامها القليل الورع ولكن كان جد باطني وما كيفهموش أي واحد. لما قالت يا ربي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما عبدتك لأنك تستحق العبادة، وفي رواية عبدتك حبا فيك، فسروه من بعد وقالوا بلي أنه اللي تعبد الله فقط خوف من ناره ومن عقابه هذه عبادة الممالك، العبيد نتاع إذا ما درتيش أجي وعقبوه، والتانيين اللي تعبدوا من أجل الجنة هذه عبادة أجر كنعبدوك وتعطينا، لكن في الفروض أننا خصنا نعبدو الله خوفا وحبا ورخاء. وفي المقدمة كاين الحب، شكون اللي وصلت به درجات الغرور أنه ما يخافش؟ ولكن هي قالت لهم بلي أنه لا أنا تنعبدو حبا فيه وصاف. واش العدوية فعلا هي كتقصد أنها ما كتخافش من النار ولا بغت الجنة؟ لا، مش هذا هو المقصود الظاهري، ولكن كاين مفهوم راقي وباطني كيف تنقول لكم، واللي هو أنك يا رب لكمالك وجمالك وجلالك تستحق العبادة لذاتك، لو كان ما كانتش الجنة ولا نار فأنت تستحق العبادة. وصلت المرحلة أنها تبع المنعم قبل النعمة، وهنا كنستنتجوا بلي حيتاش الأغلبية تيكون مشغول بالنعمة بالعطاء، ولكن هي كانت كتركز في المنعم وما همهاش النعمة. أيضا واحد المرة دعات دعاء لشغل بال المحدثون والعلماء اللي بدأوا يسولوا أش اللي وصلها لهذا الفتنة ولهذا الحكمة. واحد النهار قالت أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله، يوا فهموا هذا بنتوما، انا كنستغفرك يا ربي كنستغفرك من قله الصدق ديالي في القول استغفر الله العظيم. لما سمع ابن الجوزي هذه المقوله هي فاش قال عليها لقد فطنت رابعه الى شيء لم نصل اليه، اي على مقام يا سادة يا كرام. سمعوا هذه الفقره عطوني ودنيكم، غادي يجي الوقت فاش انهم مشات رابعه للحج وكان عندها حمار عزكم الله، غادي تحط فيه واحد شويه من الاثقال ديالها ومشات لمكه، فالموصله النص ديال الطريق غادي تهلك داك الحمار ديالها، وبغاو بعض الناس انهم يهزوا الاثقال ديالها، وقالت لهم انتوما سيروا ما رانيش جيت باش انني نتوكل عليكم. مشات القافله وبقات رابعه بوحدها وقالت الهي الملوك كذا يعملون مع امراه عاجزه غريبه، دعوتني إلى زيارة بيتك وأهلكت حماري في الطريق وتركتني في البوادي وما نمت. وهي غارقة في المناجات ديالها غادي تحرك الحمار وناض بإذن من الله تعالى، وحملت رابعة ومشت به حتى روي أنه الحمار ديالها شافوه من بعد كيتبع في السوق كأنه عمرو قعت لي شي حاجة. من بعد زمان وهي في رحلتها للحج غادي تقول رابعة العدوية يا رب تضجرت إلى أين أروح والبيت تراب وحجر والمطلوب أنت. وهنا غادي يلهم الله في قلبها يا رابعه
أتريدين إحراق العالم مع أهله؟ أما رأيت أن موسى عليه السلام طلب ما تطلبين وتجلين على الجبل مقدار ذرة فانشق الجبل؟ اقنعي اليوم بالإسم. وهناك تذكرنا بالقصة نتاع سيدنا موسى عليه السلام لما طلب من مولانا أنه يشوفه، وربي شنو دار؟ تجلى ليه في الجبل، فخر سيدنا موسى صاعقا. ما شافش مولانا ولكن تجلى ليه غير في الجبل، والجبل هبط وسيدنا موسى لنبي من أنبياء الله تعالى خر صاعقا. المهم بقات مستمرة سيدتنا ربيعة حتى قربت من مكة وغادي تشوف الكعبة، استقبلتها وشفت فيها وقالت أنا ما بغاكش وما فرحناش باستقبال ديالك، أريد استقبال من قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. ويذكر أن إبراهيم بن أدهم واللي هو أحد علماء أهل السنة والجماعة واللي كيتعتبر واحد من أهم العلماء الصوفيين السنيين في القرن الهجري الثاني، واللي تولد في مدينة بلخ اللي كينتمي لواحد العائلة من الملوك، ولكن غادي يطلق حياة الترف والرخاء وفضل الورع والتصوف عليها بحال رابع العدوية والكثيرون. أنه سلك طريق الحج 14 سنة وكان رحمه الله تيصلي زوج ركعات وتيخطو زوج خطوات. لما وصل الكعبة ما شافهاش في المكان ديالها وقال عسى أن في عيني خللة. غادي يهتف به هاتف وقال ليس في عينك خللة، ولكن الكعبة مشات تستقبل ضيفة لكتجي لها. وهنا غادي تحصل إبراهيم واحد الغيرة اللي هي شديدة وضرب الخاطر دياله وقال من الذي بلغ إلى حال تستقبله الكعبة؟ مشى لها وشاف فإذا هي رابعة جاية، ورجعت الكعبة إلى المكان ديالها وقال إبراهيم ما هذه الشهرة اللي وريتها في الدنيا؟ أنا ما ألقيت الشهرة في الدنيا، ولكن أنت ألقيت حيث جئت إلى مكة في مدة 14 سنة. حجت رابعة وبكات وقالت إلهي إن قبلت حجتي فاكتب لي ثوابها، وإن لم تقبلها فتلك مصيبة فاعطني أجرها. من بعد خرجت رابعة للبصرة وخدمت تما بعبادة الله. غادي يجو عندها زوج ديال الأشخاص من الأكابر في الزيارة لها وباغيين ياكلوا، غايقول واحد للآخر لعلها تطعمنا شيئا. لما جلسوا عندها جابت لهم زوج ديال الرغيف اللي هما اللي كانوا عندها. فرحوا شوية، جاو ناس وحد آخرين وطلبوا لها نفس الطلب، وخدات دوك الرغيف من دوك اللي عطات للولين حيدته لهم وعطاتو للآخرين. تعجبوا الضيفان من هادشي اللي دارت، ولكن سكتوا ما هضروش. من بعد ساعه جات ليها واحد الجاريه بزاف ديال الخبز اللي كان طري، وقالت ليها راه السيده مولات الدار هي اللي صيفطاتو ليك. حسبتهم رابعه ولقاتهم بلي انهم 18، رجعت ليها وقالت ليها ماشي هذا هو العدد اللي صيفطات، سيري رجعي ليها. وعاود رجعت هاد الاخيره بنفس الخبز وعاود حسبته رابعه، واذا به هو 20 خبزه قبلته، وقالت لها هذا هو العدد اللي صيفطت معك السيده ديالك، غادي تقدموا للضيفين. وهم معجبين من الاحوال ديالها والافعال ديالها اللي ما فهموا فيها حتى شي حاجه، بداو ياكلوا منه. وغادي يسولوها شنو كانت دارت حتى رجعت داك الخبز في الاول، قالوا لها حنا تشهينا داك الخبز اللي جبتينا في الاول وما خليتيهش لينا، من بعد جبت لك الجاريه الخبز ورجعتيه وقلتي بلي انه ماشي هذا هو العدد، ودابا قبلتيه وقلتي هذا هو العدد. قالت لهم لما دخلتوا عليا في الاول عرفت بلي انكم فيكم الجوع، وقلت مع نفسي كيفاش غادي نقدم زوج ديال الرغايف ليكم. لما جاو الاخرين عطيت لهم طمعا باش انه مولانا يعوضني على كل واحد 10، حيت انا عندي يقين في قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 من امثالها. فهاد الحضر الجارية غادي يجيب لي 18، وعلمت بلي انها خدات زوج منهم، فلما رجعت ب20 عرفت بلي هذا هو حقي وقبلته. ذكرنا بلي انا كانت كتصلي بالليل وبالنهار 1000 ركعة، وذكر بلي انها كانت كتصلي في الصومعة ديالها. واحد النهار اثر فيها الضعف وغادي تطيح على وجهها، ودخل لها واحد العود من الحصير دخل لها لعينيها، خرج لها الدم وما حساتش. فهاد اللحظة غادي يجي واحد السارق وخذا واحد المحفة بيضاء اللي كانت ديالها اللي فين ما مشات كتديها معها واللي هو الكفن. فجزالها داك السارق وبغى يخرج مع الباب، ما غاديش يلقى الباب غير هو رجع داك الثوب الابيض، ورجع باش انا يخرج مره اخرى وغادي يلقى الباب، رجع باش ياخذ داك الثوب، وفاش رجع ما لقاش مره اخرى الباب، عاود رجعو ورجع باش يخرج ها هو تيبان ليه الباب. وبقى على هذه الطريقه تيجرب 70 مره، وهنا غادي يسمع صوت من ديك الصومعه كيقول ليه يا رجل الى كم تتعب نفسك، فانها اي رابعه قد سلمت نفسها الينا منذ سنين، فلا جراه لابليس تيطف حولها وانت لا تتعب، وان كانت نائمه فالحبيب يحفظها لي هو مولانا تعالى. هادو من بين الكرامات اللي كانوا تيوقعوا لها. يذكر ايضا باللي انها طلعت الجبل وجل عندها جماعه من الوحوش وطافت من حولها وتجمعات عليها مستأنسة بها. وهنا غادي يجي الحسن البصري رضي الله عنه، ومشات لعندو رابعه، وفاش هاد الوحوش حسوا بالحسن تفرقوا. هو غادي يستغرب وسولها يا رابعه لما تفر الوحوش عني ورايتها استأنست بك؟ قالت لي رابعه شنو كليتي اليوم؟
شيئا من الشحم والبصل. قالت لي كليتي الشحم ديالهم. كانت معروفة بالكرامات ديالها اللي كان كيعطيهم لها مولانا بسبب زهدها عن الدنيا. صحيح انه المعجزات مشات مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقات الكرامات. ربيعة وصلت لها الدرجة من الإيمان والزهد بحبها لله، وهذه أفضل نعمة، أنه يحب العبد ربه. ومولانا وصف هذا القوم بالذات بقوم يحبهم ويحبونه. وإذا وصلت لهذا المقام يا سادة الكرام، هنا فين كيتحقق الحديث القدسي. مولانا تيقول كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، وإذا سألني لأعطينه، وإذا استغفرني لأغفرن له، وإذا استعاذني أعذته. سيدة رابعة كانوا الناس كيجوا عندها كيسألوها الدعاء، وهذا أمر مباح، لأنه سيدنا عمر كان استأذن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام باش أنه يدير عمره، وسمح لي سيدنا رسول الله بها، وقال لي لا تنسانا من صالح دعائك يا أخانا، وهذا راه رسول الله يسأل صاحبه الدعاء، وهذا من باب التواضع. كانوا كيجيو الناس عند رابعة العيلين وكتقول لهم أطيع الله وادعيه، فإن الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعا. وأخيرا إذا بقينا كنهضروا على الحياة ديال الرابعة، ما كتقداش، والكرامات ديالها ما كيتقداش، والطريقة باش كانت كتعبد مولانا ما كتقداش. داكشي باش غادي نمشي لكم الوفاة ديالها، طريقة باش ماتت. كانت عندها واحد الخادمة اللي سميتها عبدة بنت سوال. تتقول كانت رابعة إذا وصل عليها الليل قامت ونادت: إلهي هدأت الأصوات وسكنت الحركات، وخلا كل حبيب بحبيبه، وقد خلوت بك يا محبوبي، فاجعل خلوتي وحبي لك في جوف الليل عتقي من النار يوم القيامة. وهذا دليل لأنها كتخاف من النار، وكترجم لنا أنه يعتقى. كانت قالت رابعة العبدة أنها لا تؤذي الناس بموتي، فإذا مت كفنني في الحجاب ديالي والخمار ديالي اللي كنصلي فيه، وفي العباءة ديالي اللي تنقف بها ما بين يدين مولانا في جوف الليل، باش أنها تكون شفيعة لي يوم القيامة. لما جاتها الوفاة كانوا عندها ضيوف، اللي قالت لهم اذهبوا من عندي واجعلوا المكان خاليا لرسول الله تعالى، غادي يخرجوا الضيوف اللي عندها، وردوا الباب وسمعوا صوت من عندها يخرج تيقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. حلوا الباب وادخلوا، وإذا هي ماتت وسلمت روحها لحبيبها. لما كفنوها ودفنوها قالت عبدة من بعد سنة: والله العظيم إذا شفتها في المنام ديالي رأيت عليها سندس أخضر ولباس من السبرق مضيء متلألئ، قلت: ما هذا يا رابعة؟ قالت: أرأيتي؟ إن الله سبحانه وتعالى بدلني بعباءتي وخماري. وفي العباءة والخمار يا رابعة ختمت عند رب العالمين لكي يكمل عطائي يوم القيامة، لكي تشهد به هذه العباءة على الصلاة والصيام والتهجد والقيام والدموع، والحمد لله رب العالمين. يا رابعة بما توصيني لي خدمني في الآخرة ديالي؟ قالت لها: عليك بذكر الله فهو المنجات. وهكذا توفيت رابعة، وهذه هي كانت الحياة ديالها. قالوا بعض الأولياء بلي أنه دخلت رابعة في الدنيا وخرجت للآخرة، وما تهجمتش على الله أبدا، ولا حتى طلبت منه شي حاجة أصلا. فأين نحن من بين هؤلاء؟ فأين نحن من بين مقامهم؟ هذا هم الصوفية، وهذا هو المقام الثالث اللي هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا بغينا نعرفوا التصوف كنجيو كنعرفوه مع هاد الناس، ما كنعرفوش معايا أنا ولا مع واحد آخر ولا مع واحد آخر ولا مع ناس اللي هما كيخطئوا مازال في الدنيا وغارقين في الدنيا وتابعينها وغارقين في الذنوب ذنب من مورا ذنب، كيسميو راسهم بلي انهم صوفيين، وهما حتى يمكن صلاتهم ما كيصليوها. بحال في الاسلام راه كتلاقاو نيت مسلمين كيمشيو كيشربوا الخمر وكيديروا بزاف ديال الفواحش وسميت راسهم مسلمين. يعني فاش انا غادي نبغي نعرف اشنا هو المسلم؟ واش غادي نمشي نتبع هذاك الانسان؟ لا، نمشي نتبع اشنا هو الاسلام في القران وبالمقامات ديالو الى ما اخره. الاولياء هما ناس اصفياء اللي هما كرسوا حياتهم لسنوات طويله في الخلوه والعزله والتدبر والعباده، حتى فيض عليهم مولانا بالمحبه ديالهم والعطاء ديالهم، وعطاهم علم لدني اللي ما كيتقرا في كتب ولا يفهم بالمنطق، واخا تفهم فيه من هنا لغدا غراسك ما يبغيش يدخل ليه، ولكن كينزلوا مولانا على اصحاب الذوق، كتشربهم القلوب ديالهم قبل العقول ديالهم، وارواحهم قبل ابصارهم. هذه كانت حلقتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. اذا نالت اعجابكم ضغطوا على زر الاعجاب كتشجيع ليا، وانا تندير المونتاج تذكرت بلي انه ما حطيتش لكم الكتاب اللي قلت لكم شارككم، ها هو الكتاب نتاع موت صغير ديال محمد حسن علوان، جمال وابداع. نخليكم تكتشفوا اذا كتعجبكم القراءه. اللي بقى لي في دماغي وفي قلبي هي طهر قلبك ثم اتبع، من اجمل الكتب اللي قريت، غيعجبكم بزاف. وصحه وراحه، ونقول لكم تلاقاو ان شاء الله غدا ولا بعد غدا ما عرفتش. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.